Gnawa music. المعلم عمر، كيداير سيدي؟ لاباس عليك؟ ربي يخليك. ممكن تعاود لينا على البداية ديالك في كناوة؟ أنا بديت إن شاء الله من كان نقطة فعلا. أنا وصلت المعلم تاعي هو تاعي اللي بقى في الحرف الكبير في المكان. إيه. وأنا مديت وباقي عندنا معاه. باقي مسكت الحياة باقي معاه. باقي معاه. إيه. وهذا كي جاتك المشاركة في إزوران؟ إيه. مشاركة زوينة تتمنى إن شاء الله تكون تكون إن شاء الله في العام الجاي وتكون دورة إن شاء الله لنا العام. إيه. ونشاركوا إن شاء الله في مهرجان آخرين في إزوران كازا ويجوا عندنا الناس أخرين. عمرنا ما شفناكم المعلم عمر، يعني أنتم بقيتوا غير هنا في أكادير، ما عمركم ما مشينا صغار، ولكن ما شاركش في إزوران. شاركت بعد عارف راسي نتاع بيتي. إيه. أتمنى إن شاء الله يعطيونا حتى هما شاركوا تحنا تبان هكا حتى هي. إيه. كامل كاين كناوة في أكادير، كاين هذاك الشيء اللي الحمد لله ان كاين هذا الفيستيفال ايزوران كناوة، يعني اللي غادي يبين فرق اللي حنا الناس ديال كناوة اللي كاينين في الدار البيضاء وفي الصويره اللي ما كنعرفوش حنا، حيت حنايا بالنسبه لينا اكادير يلاه كنعرفوا الشلحاوي. الشلحاوي لا كاين مرسوي كامل ياك، كاين كناوة هنا في الدار، كاين في التاريخ، كاين ناس هنا في اكادير. إيه. دابا انت المعلم كتلعب اكثريه المرساوي ياك؟ ايه تاعي كتلعب شلحاوي. الى ممكن تهضر لينا على شلحاوي؟ شلحاوي دابا شحال تلعبوا حنا بلوطان. وناس نوطو تلعبوا حتى تبع الكمبري. وشلحاوي تلعبوا حنا في السنة في الظهر تلعبوا في السنة. ايه. طاولة تلعبوا في الفراش. هكاك. داكو. ولا ممكن تقول لينا بحال دابا إلا كاينة شي أغنية في المرساوي وشلحاوي، ولاني الاختلاف ديالها كيفاش كتغنى في المرساوي وكيفاش كتغنى في شلحاوي الا ممكن؟ دابا بحال عمي مولا. اها. مولا في المرساوي تقول احنا لا اله الا الله عزيز راه راس الله. ياه. شلحاوي تقولوا مولا سلطان قال ابا مولا قال مولا يا الله مولا عمي مولا مولا يا الله مولا. شلحاوي مختلف على المرساوي. مختلف. واليوم واش غادي نسمعوك كدير شلحاوي ولا المرساوي؟ اليوم ان شاء الله نسمعوا المرساوي باش يسمعونا الناس. ياك. وما درشنا شي حاجه ديال شلحاوي؟ عشان ندير واحد الشفا في الطوب. ياك. شلحاوي ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيك المعلم. شكرا. شكرا.